السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلابي طلاب الصف الخامس الابتدائي، نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، وهو توزيع السكان في شبه الجزيرة العربية. توزيع السكان في شبه الجزيرة العربية، أن يعدد الطالب المناطق الرئيسة لتركز السكان، أن يفسر الطالب تركز السكان في جنوب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، أن يفسر الطالب المناطق التي يندر بها السكان في شبه الجزيرة العربية. ها أمامنا الآن، نستعين بالله سبحانه وتعالى، بعض الصور التي تشير إلى العواصم المهمة في شبه الجزيرة العربية. 1. الدوحة. 2. مسقط في دولة عمان. وأمامنا عواصم أخرى: الرياض، المنامة، الرياض بالسعودية، والمنامة بالبحرين، وأبو ظبي بالإمارات، والكويت بالكويت. نعم، هل تعرف هذه المدن وأي دولة؟ كما ذكرناها بفضل الله سبحانه وتعالى: السعودية، الدوحة في قطر، وكذلك دولة قطر وسلطنة عمان والسعودية والبحرين والإمارات والكويت. هل تعرف لماذا يتركز السكان في هذه المناطق؟ أول شيء الخدمات وفرص العمل. 1. وفرة الخدمات، وجود فرص العمل. برأيك، طبعا خذناها في الجدول في المرة الماضية، وهي حوالي كم؟ 86.8 مليون نسمة في شبه الجزيرة العربية. السعودية رقم 1، واليمن 2، وهناك البحرين هي في المركز الأخير من السكان. أمامنا مناطق مهمة جدا يتركز فيها السكان، هيا نتعرف فيها من الخريطة التي أمامنا. نعم، هذه كلها أبو ظبي والدوحة والكويت، مسقط في سلطنة عمان، نعم، حائل وبريدة، وكذلك الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وصنعاء، وكذلك لا ننسى الطائف. هيا بنا نتعرف على بعض المناطق المهمة التي يتركز بها السكان من خلال الخريطة التي أمامنا. أعداد يتوفر بها أعداد من السكان، مناطق يتوفر بها السكان لوفرة الخدمات وكذلك لفرص العمل. 1. هيا بنا، حائل. 2. الرياض. 3. الكويت. 4. المنامة. 5. الدوحة. 6. أبوظبي. 7. مسقط. 8. صلالة. صنعاء في اليمن. عدن، مكة، جدة، وكذلك المدينة المنورة. هذه مناطق يتركز بها أعداد كبيرة من السكان. طيب، هيا بنا ننظر إلى كتابنا صفحة 102-103 حتى نتحدث عن مناطق تركز السكان في شبه الجزيرة العربية. حينما قرأتها، هيا بنا نجب عن هذه الأسئلة الآتية: تركز السكان غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية، لماذا؟ بما تفسر؟ ها، وجود الأماكن المقدسة، اعتدال المناخ، ووفرة مياه الأمطار، السهول أشهرها لا تنسوا، هذا السهل تكرر معنا، سهل الباطنة، أين يوجد؟ بسلطنة عمان. نعم، وهناك الجبل الأخضر بها أيضا بسلطنة عمان. هيا بنا لتقويمنا عدد المناطق لتركز السكان في شبه الجزيرة العربية. نعم، سواحل الخليج العربي، المناطق الجنوبية الشرقية، المناطق الوسطى، مناطق غرب وجنوب، غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية. نعم، إلى أي يشير تلك الصور؟ هيا نراها. نعم، مدرجات من الجبال لونها أخضر، أين توجد؟ إذن في اليمن. نعم، هذه الجبال في دولة اليمن. بما تفسر، لماذا يتركزون السكان في جبال اليمن؟ ها،
اعتدال المناخ ووفرة المياه. لا تنسوا أي مكان به سكان لابد أن يكون مصدر مهم هو الماء، وفرة الماء عن طريق الأمطار. هذه الأرض المقدسة مكة ومدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، تركز السكان لوجود الأماكن المقدسة التي يقصدها المسلمون من جميع أنحاء العالم. هيا بنا إلى دولة مهمة وهي سلطنة عمان. معروف سهل الباطنة والجبل الأخضر، لماذا؟ خصوبة التربة ووفرة المياه واعتدال المناخ. أينما توجد المياه توجد البشر، وخاصة المناخ المعتدل. نعم، 106، تركز السكان في سهل الباطنة بسلطنة عمان. نعم، تربة خصبة، وفرة المياه، ومناخ معتدل. تتركز السكان في المدينة ومكة المكرمة لأنها مناطق مقدسة يقصدها المسلمون من جميع أنحاء العالم. نعم، هناك مناطق لا أي تشير بها الصحاري، هيا بنا. هذا الربع الخالي، إذن من اسمه ربع خالي، وهذه صحراء الدهناء، وهذه صحراء النفود. لماذا يندر السكان في المناطق الصحراوية؟ نسعى إلى الماء. إذن الصحاري أكيد لا توجد بها مياه بسبب قلة الأمطار. يندر السكان في صحراء نقط أمامنا. من خلال الخريطة أستطيع أن آتي بتلك المناطق الخالية من السكان. 1، الربع الخالي. 2، النفود. 3، الدهناء. من أمامنا هيا ننظر إلى تلك نسبة السكان في المدن المهمة، في العواصم المهمة والمناطق المهمة: الدوحة، الكويت، سيعيد، الأحمدي، سهل الباطنة، الرياض، مكة المكرمة، كل له دولة يوجد بها. نستعين بالله سبحانه وتعالى في صفحة 104. 1، حدد المدن التي يبلغ نسبة سكانها نحو نصف سكان الدولة: الدوحة والكويت. حدد المدن يبلغ نسبة سكانها نحو ربع سكان الدولة التي تنتمي إليها سهل الباطنة، مكة المكرمة، والرياض. أي المدينتين الآتيتين يبلغ نسبتهما نحو نصف سكان الدولة؟ مكة والرياض في السعودية. أي المدينتين الآتيتين تبلغ نسبتهما معا نحو ثلاثة أرباع سكان الدولة؟ نعم، الكويت ومدينة الأحمدي بدولة الكويت. ما الآثار المترتبة على وجود مثل الأنفاق في توزيع السكان بدولة قطر مستقبلا؟ نعم، إعادة توزيع السكان بالدولة، زيادة عدد السكان في باقي مدن الدولة. هناك وسيلة مواصلات متوفرة، إذن ستجد هناك أعداد من السكان يسعون أو يقيمون في تلك المناطق. نعم، اذكر المناطق التي يندر بها السكان في شبه الجزيرة العربية. نعم، هو أصل ربع خالي، والصحاري، الدهناء، والنفط.